بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومعنا في جامع العادلية في حلب، وفي يوم الجمعة السابعة عشر من ربيع الثاني سنة 99 و300 ألف من الهجرة النبوية الشريفة، الموافق للسادس عشر من آذار سنة 79 و900 ألف، يرفع السيد ياسين علاف أذان الجمعة. ثم ننصت بعد ذلك لخطبة الجمعة يلقيها فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى. وموضوع الخطبة في الأدب الذي أدب الله سبحانه وتعالى به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين كلهم من بعده، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. معشر المسلمين، ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الله تبارك وتعالى اجتبى رسوله من سائر الأنبياء والمرسلين، وكذلك اجتبى أصحابه كذلك من خير الناس
لذلك أراد أن يؤدبهم وأن يعلمهم حتى لا يقعوا في مخالفة فتحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. وانظروا كيف أدبهم بهذا الأدب الدقيق التي يغفل عنه كثير من المسلمين. وذلك أيها المسلم عندما تجالس العلماء والجهال وتجالس الصالحين وغيرهم فغفلتك عن هذه المجالسة وهذا التمييز فيما بينهم تقع في كثير من الآداب الغير مرضية لله تعالى. لذلك سبب نزول هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تعلم أيها المسلم أن كل سورة وآية لها سبب عظيم أنزل الله تعالى هذه الآية من فوق سبع سماوات بواسطة سفير الأنبياء عليه الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. جاء وفد تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتأى أبو بكر رأيه وقال: أمر القعقاع ابن معبد عليهم. وقال عمر رضي الله عنه: أمر الأقرع بن حابس يا رسول الله. فاختلف أمامه ورفعت أصواتهما فنزلت الآية فورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما وتأديبا لهذين الشخصين اللذين هما النخبة الأول من تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان التعليم لهذين الكبيرين فمن دونهما أولى وأولى. إذا كان أبو بكر وعمر جاءت الآية نازلة في سببهما فمنهما أدنى منهما من باب أولى. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. هذا شيء كبير. أعمال الإنسان كلها تحبط وترفض ولا يقبلها الله تعالى إذا أخل إنسان بأدب مع رسول الله. هذا شيء عظيم. وهذا لا يكون إلا لإنسان ارتد عن الإسلام وكفر بالله، عندئذ يحبط عمله. ولكن بأدب من الآداب إذا رفع صوته فوق صوت النبي يحبط عمله، هذا شيء كبير. ولكن كما قيل: سيئات المقربين حسنات للأبرار، وحسنات الأبرار سيئات المقربين. فكلما قرب الإنسان من الله تعالى عندئذ يدقق عليه على كل شاردة وواردة. لذلك لما سمعا هذه الآية كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ما أراد أن يتكلم مع رسول الله كان يتكلم معه كأخ السرار، كالذي يسر حديثا لأخيه فيوشوشه. هكذا كان أبو بكر بعد نزول هذه الآية. وقد افتقد
رسول الله بعض تلامذته فلم يره في مجلسه فسأل عنه، فقال بعض الصحابة: أنا يا رسول الله أعلمه. فذهب إليه وقال: يا فلان، رآه في بيته جالسا وقد نكس رأسه حزينا ممكوتا. قال له: ما شأنك؟ قال: شر. قال: وكيف؟ قال: رفعت صوتي فوق صوت رسول الله وقد حبط عمله وهو من أهل النار. فذهب هذا الرجل، ذهب هذا الرسول إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إن فلانا يقول كذا وكذا. فقال له: اذهب إليه مرة ثانية وبشره بأنه ليس من أهل النار وهو من أهل الجنة، وبشره بأنه يعيش بخير ويموت بخير ويكون شهيدا ويكون من أهل الجنة. بشارة، بشارة من رسول الله يعيش بخير ويموت في خير ويقتل شهيدا ويكون من أهل الجنة. ولو استرسلنا في مراقبتنا لهذا الصحابي وهو زيد ابن قيس، هذا الصحابي لو استرسلنا وراءه وصرنا نتتبع أفعاله وأقواله حتى أنفاسه الأخيرة، هل هذه البشرى التي بشر الرسول الكريم هذا الصحابي وهو زيد أصحيحة؟ كان الصحابة عندما يقول رسول الله شيئا هكذا يقول وهو صحيح، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واسمع، واسمع قصته كيف كان نتيجة حاله كما أخبر رسول الله فهو من أهل الجنة وهو يقتل شهيدا. اسمع أيها المسلم، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى ارتد المسلمون عن الإسلام، فلم يبق إلا أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف، وخرج مسيلمة الكذاب على الخليفة وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فجيش أبو بكر الصديق لهؤلاء المرتدين جيشا وأمر عليهم خالد بن الوليد. فذهب زيد بن قيس مع خالد، ولما تلاقى الصفان تلاقى واحتبكت المعركة، وإذا زيد بن قيس وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم جميعا كان يقولان: ما كنا هكذا نقاتل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفر كل واحد حفرة وصار يقاتل القتال المستميت حتى قتل فاستشهد فكان في رحمة الله. اسمع، رسول الله يقول لهذا الرجل: اذهب الى زيد بن قيس واخبره بانه يعيش بخير ويموت بخير ويقتل شهيدا ويكون من اهل الجنة، فاذا به قتل وكان من اهل الجنة. صدق رسول الله، صدق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحيا يوحى. معشر المسلمين، هكذا كان ادب الصحابة مع رسول الله في خطابهم وفي مكالمتهم وفي حالهم ووضعهم. أدب علمهم الأدب، هذا الأدب العالي، أدب رسالة، أدب نبوة، أدب اجتماع، أدب من رب السماوات والأرض. لذلك علم الله تعالى المؤمنين أن يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض بأن يقولوا يا أحمد يا محمد يا محمود، فقد نهاهم ربهم عن ذلك وقال لهم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.
لذلك عليكم أن تتكلموا معه بلهجة الاحترام والتعظيم، وذلك أن تقول له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا رسول الله، يا حبيب الله. لذلك كان خطاب الله تعالى لرسوله بهذه اللهجة الاحترامية، وبضدها تتميز الأشياء. لذلك ترى خطاب الله تعالى لأنبيائه من أولهم لآخرهم كان خطابه بأسمائهم. اسمع، اسمع كيف خاطب أبا الأنبياء وهو آدم. قال: يا آدم، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا آدم. وقال: يا نوح، وقال في حق نوح: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. وقال في حق إبراهيم الخليل: وناديناه أي يا إبراهيم. وخاطب موسى وقال له: نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. وخاطب عيسى فقال: يا عيسى، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وخاطب داود فقال: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض. وأما رسولنا وحبيبنا وقرة أعيننا كان يقول له: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال: يا أيها الرسول. وقال له: يا أيها المزمل، يا أيها المزمل. هذا نداء لطيف فيه دغدغة لقلب رسول الله، وذلك أنه سماه وخاطبه بالوصف الذي كان متصفا به، وذلك عندما جاء من غار حراء وقد ضمه جبريل وهو سفير الأنبياء ضمات ثلاث، وأفرغ عليه من العلوم الإلهية التي لا يعلمها إلا الله، أصابته برودة اليقين. اليقين معشر المسلمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. فصب عليه من هذه العلوم التي ملأه الله تعالى بها وخاطبه، وهكذا أفرغ في قلبه، فقال له: نزل به الروح الأمين على قلبك. لذلك أصابه برد اليقين، لا برودة الجسم كما يقول بعض الناس، برودة اليقين. فلما جاء إلى زوجه خديجة، ونعمة الزوجة هذه فقد دعمته قبل الرسالة وبعد الرسالة، قال لهم: زملوني، زملوني، ضعوا علي الثياب من البرد اليقين الذي دغدغ قلبي، برد اليقين. ففي هذه الآونة جاء الخطاب نازلا علي: أيها المزمل، يا أيها المزمل. هذا خطاب رقيق يعرفه العارفون والمحبون لله، خطاب فيه التعظيم والتوقير والاحترام والتبجيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر المسلمين، هذه الآداب المرضية التي علم الله تعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم المؤمنين عامة، والاحترام والتبجيل والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حال وفاته كالذي في حال حياته. ومن يفرق